ابدأ طبعا بعمايل المسقعة. المسقعة النهارده مسقعة الأرنبيط. قولوا معايا الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. أرنبيط مشوي في الفرن، هنشوف شواناه ازاي مع بعض. لحمة مفرومة نسبة الدهون 5 أو 10%. معانا بصل وتوم، معلقتين دبس الرمان، صوص طماطم على النار بيغلي، طماطم مضروبة في الخلاط وحطيناها على النار بتغلي. معانا كزبرة خضراء، ومعانا طبعا الملح والفلفل والكمون، واحنا طبعا عارفين شطار الكمون ليه مع الأرنبيط عشان مشاكل الغازات اللي بتعمل لنا مشاكل. هنبدأ ان احنا نشتغل في المسقعة. اول حاجة المسقعة الأرنبيط عندنا الصورة قبل استأذن فريق التصوير فرسان التلفزيون المصري. الأرنبيط بنجيبه وبنشتريه طبعا لازم يتقطع زهرة كده، اخواننا السوريين واللبنانيين بيسموه الزهرة، وبعد كده بننقعه في مية كويسة علشان ينزل الرملة بتاعته، وبعد كده بنصفيه كويس وناخده نشويه في الفرن. يبقى معانا بالشكل ده كده، بنحط عليه شوية بهارات من الملح والفلفل والبابريكا والكمون. الأرنبيط بيبقى جاهز بالشكل ده كده، بيتشوي في الفرن. أنا مش حاطط زيت للأمانة والله. على فكرة أنا على ما نطلع بالحلقة كده أنا أكلت نصه. البصلية بتتحمر، والبصلية بتتحمر بتاعة المسقعة، بنحط عليها شوية بهارات حلوين، بهاراتنا للبصلية والتقلانة، شوية بابريكا حلوين عشان عينيا ما تدمعش من ريحة البصل، وبنحط شوية كمون وشوية كركم حلوين كده. أدلع البصلية دي كده قبل ما أنزل باللحمة المفرومة. حد يقول لي شيف مغازي البصلية اللي بتحمرها قبل ما بتحط اللحمة المفرومة؟ المطبخ ده لما بقول رؤية وفن وإبداع مش من فراغ يا أخوانا، ده خبرة السنين. البصلية هنا لازم تتحمر كويس عشان ما تبقاش مصننة جوه اللحمة المفرومة بالشكل ده كده. اهو خلاص البصلية جاهزة اهي اهي، والزيت قليل جدا على فكرة. تلاحظوا ان البصلية عطشانة. بدأت البهارات جوه البصلية لونها اتغير. بننزل بشوية توم حلوين كده بالشكل ده كده، برضو تحميرة حلوة مهم جدا. عندنا اللحمة المفرومة بقى تاخد ايه؟ تعصيجة. واللحمة بتاعت المسقعة ما نشدش عليها في السوى جامد، نخليها جوسي كده فيها طعم، ده مهم جدا على فكرة لأن هي لسه هتخش الفرن. اللحمة معانا اهيت، ايه ده روزماري؟ حلوة أوي، مش هيخسر في قلب اللحمة كده. معانا اللحمة المفرومة اهي، توصي الجزار يا حاج محمد ربنا يوعدك بزيارة النبي، اديني حتة لحمة كده هبرة ما تتفرمليش فيها دهون. ليه يا حاجة؟ والله عاملة النهاردة أكل دايت كده، بشوف الشيف المغازي كل يوم حد بيعمل أكل رجيم، فعايز أخش المطبخ كده، وهو قال لي اتعاملي مع الدايت عادي خالص، بس الحاجة اللي فيها دهون ابعد عنها. بتحمري بصلاية في زيت وسمنة، كفاية معلقة زيت صغيرة. بتستخدمي معلقة سمنة بلدي في الرز المعمر بلاها، الرز زي الفل من غير السمنة، وهكذا. نفسك جاية على السمنة يبقى نص معلقة وربع معلقة كده زي الفل. بتحط قشطة على الرز المعمر بلاها القشطة على الرز المعمر، حلو. بتحط كريمة لباني على المكرونة بلاها الكريمة اللباني، وهكذا. محمر اللحمة كده، تبدأ اللحمة تتعرف على البصلة والتومة والبهارات الحلوة. نوسع الدنيا لنفسنا كده زي الفل، اللهم صل على النبي. أظبط الملح والفلفل للتتبيلة، معايا طماطم بتغلى على النار. انا عايزك لما تقف في المطبخ تبقى زي الشيف المغازي كده، يعني انت لو دلوقتي لو مسكت الطماطم بشرتيها او ضربتها في الخلاط وحطيتها على اللحمه المفرومه دي هتاخد وقت في السوى. انا عملت ايه من التحضير او المزمبلاس بتاعي؟ مزمبلاس يعني تحضير، بقول لك تظبيط الشغل اهم من الشغل. خدت الطماطم ضربتها في الخلاط وحطيتها على النار بتغلي، بكسب وقت اهي، هوريها لحضراتكم حالا دلوقتي. زي الفل اهي جاهزه. حطيت لها توابل يا شيف؟ لا، زي ما هي كده. هناخدها ونحطها على اللحمة المفرومة، تقوم اللحمة تتسبك كده. طب يا شيف مغازي لما نيجي نعمل مسقعة بتنجان نفس الطريقة؟ لغاية هنا نفس الطريقة، أما البتنجان طبعا مش هنحمره في الزيت. هنقطع البتنجان شرايح، وبعد ما نقطعه شرايح كويسة بنرش عليه شوية ملح ونحطه في مصفى، يقوم ننزل شوية مية من بتاعته كده زي الفل، وبعد كده نحط عليه شوية بهارات كمون ملح وفلفل وندخله الفرن يتشوي. بعد ما يتشوي البتنجان بناخده بنرصه وبنفس الخلطة اللي أنا شغال بها دي كده. الله، شوية صوص طماطم جامدين جدا. بتعمل إيه يا عم الشيف؟ هنا دلوقتي هنطبق الأكلة بتاعتنا.
حلو الكلام. انا شفت دبس الرمان عجبني شكله، ايه المشكله لما اخد معلقه دبس الرمان احطها صوص الطماطم يعني جودي شويه، هيبقى طعمها حلو قوي. الله هو ده، ده خدتنا كده المسقعه دي ورحنا بيها على بلاد الشام. دبس الرمان، زعتر، زيت زيتون، دي بتاخدنا للمطابخ التانيه. خلي بالك دي جاهزه كده، عايز اطبق المسقعه اطبقها ونطلع فاصل كلام للكبير. ايه رايكم؟ معانا معانا الارنبيط متحمر، معانا صوص اللحمه جاهز نطبقها. طيب حلو قوي، معانا ارنبيط اهوت، بنرص الارنبيط كده سهله خالص. حلو كده الصوره زي الفل. الارنبيط شايفين في ايدي ازاي اهو استوى. نحط طبقه كده من الارنبيط، وعندي لحمه مفرومه بتغلي على النار. اللحمه المفرومه اللي معايا دي محطه، ممكن نستخدمها مع مكرونه سباكيتي، ممكن نستخدمها مع مكرونه بالبشاميل. حلو الكلام، ممكن نستخدمها لحشوات كتير، كانولي، ايا كان انت حابب. اللحمه المفرومه زي الفل اهيت. ايه الاخبار؟ اللهم صل على النبي. نحط كده اللحمه تعالي بقى شوفي الدهون اللي موجوده فيها، احنا مع بعض اهو. واحده واحده كده، اللحمه قلنا نسبه الدهون فيها لا تتعدى 10%. ودي طبعا ما بين قطعيه الجزار، حلو الكلام؟ ده بتطلبه من الجزار هيقول لك السعر غالي شويه، يفرق في السعر مفيش مشكله، حلو الكلام؟ ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الاخيره لعمل الابداع وظهور الابداع مسقعه الارنبيط على طريقه الشيف المغازي. بتاخد كده فليفر دبس الرمان مع الارنبيط على الوش كده، شايفين الجو ده كده حلو قوي. عاجبني الجو ده، حلو. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ للامانه المسقعه لو مش سبايسي ومشطشطه شويه ما بتبقاش حلوه، بس انا هعمل حاجه حلوه وعشان الاطفال الحلوين ياكلوا منها. اما اعمل ايه بقى؟ باخد كده القرن الفلفل ده كده اقطعه وعلى الوش. والله عايزين ناكل سبايسي هننقيه وناكله، نبعد عنه هنبعد عنه. يبقى باين قدام عينينا كده. ده مهم جدا على فكره. معانا طماطم شيري كده صغيره برضو نجرنش بيها الطبق ده كده. الشكل بقى حلو ازاي؟ لوحه فنيه في ايدك انت تجودي فيها وتطلعيها بشكل حلو وتغيري من معالم الارنبيط اللي واخدين فكره عنه ان هو بيعمل انتفاخات، بيعمل مشاكل مع القولون. انا استخدمت الكمون في تسويه الارنبيط، استخدمت الكمون في تحمير اللحمه، وده مهم جدا. درجه حراره الفرن عندي 180، وفين مكانها الصينيه الحلوه دي اللي فيها كل القيمه الغذائيه والعناصر الغذائيه اللي احنا عارفينها دي؟ بالتاكيد تتحط في نص الفرن. طلعنا مسقعه الارنبيط من الفرن، وقولوا معايا الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها باشكالها وتفاصيلها، الطماطم مع الارنبيط مع الفلفل الحار، ومعانا البطاطس في الفرن بتكمل سوا.